السلام عليكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم استراتيجية، ونطرح فيها للنقاش اتجاهات النزاع الليبي واستراتيجيات الحل بعد أن دخلت البلاد في حالة من الجمود العسكري والسياسي. أهلا بكم. إذن هو جمود سياسي وعسكري حول سرت والجفرة، وبدأ يطول ولا حل سياسي في الأفق حتى هذه اللحظة. وإلى أين يتجه المشهد سياسيا؟ هل العودة إلى تعديل الاتفاق السياسي هي الحل الأنجع، أم أن الدخول في انتخابات برلمانية ورئاسية تنهي حالة الجدل الحالي حول تنازع الشرعية؟ أم أن الحل الذي يراه بعض آخر وهو إنهاء المراحل الانتقالية باستفتاء على الدستور والدخول في مرحلة دائمة؟ هذه المسارات للأزمة الليبية التي يتوقعها البعض، وهذه ثلاثة المسارات الأساسية يتوقعها البعض لمستقبل الأزمة الليبية، نناقشها في حلقة الليلة من برنامج استراتيجية. وقبل أن نفتح النقاش نتابع هذا التقرير ثم نعود. لا يزال بحر الأزمة الليبية يتقلب بين استمرار الإمارات وروسيا في إيصال الدعم المسلح إلى حفتر، فيما ترتفع الأصوات السياسية والدبلوماسية من معسكر حكومة الوفاق الذي يتوافق مع التصور والجهد الأمريكي لحل أزمة تؤرق جنوب المتوسط منذ حوالي العشرة سنوات. وبين توافق التركي الأمريكي الضمني بتخفيض التصعيد وتحويل سرت والجفرة إلى مناطق منزوعة السلاح، واستمرار ضخ الإمارات ومصر وروسيا للعتاد والمرتزقة، دخل المشهد الليبي في حالة يسميها البعض بالجمود، فيما يصفها آخرون بأنها مرحلة التقاط الأنفاس وامتصاص الهزيمة التي مني بها حفتر على أسوار طرابلس. غير أن الموقف الحالي للملف الليبي أصبح يفرض على جميع الأطراف الدولية والإقليمية البحث على مواقف وربما استراتيجيات لحلول تضمن تخطي هذه المرحلة سياسياً دون اللجوء لأي صدام مسلح جديد. وهنا تبرز ثلاث مسارات أساسية للحل، لعل أبرزها هو إنهاء المرحلة الانتقالية القائمة والدخول في مرحلة دائمة عبر الاستفتاء على الدستور، باعتباره يمثل العقد الاجتماعي والوثيقة الوطنية الجامعة. ويتحجج أصحاب هذا التصور بالنموذج التونسي الذي يرون فيه نجاحاً لعملية التحول الديمقراطي على عكس ما حصل في مصر وليبيا. رأي آخر يرى في الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي المسار الأفضل لإنهاء الأزمة الليبية، ويستند أصحاب هذا الرأي على وصف الأزمة الليبية بأنها تنازع للشرعية بالأساس، ولا حل لإنهاء النزاع على الشرعية غير الانتخابات، كما أن انتخاب أجسام جديدة سوف تمهد الطريق إلى استفتاء على الدستور، كما أن الأجسام المنتخبة سوف تتمتع بقدر من الشرعية يمكنها من الحد من التدخلات الإقليمية في ليبيا. تصور آخر يصفه أصحابه بالواقعي في ظل المعطيات الحالية، ويذهب هذا التصور إلى تفضيل تفعيل مسار تعديل الاتفاق السياسي باعتباره يتمتع بشرعية ودعم دولي، غير أن أصحاب هذا التصور يطالبون بضرورة صناعة توازن سياسي وميداني عبر إعادة إشراك جميع الأطراف الحالية وعلى رأسها مجلس نواب طبرق وعقيل صالح، بهدف إسكات البنادق وتعزيز حالة استقرار يمكن أن يبنى عليها أي انتخابات قادمة أو استفتاء على دستور دائم للبلاد. إذا مشاهدي الكرام، هي ثلاث مسارات أساسية أو ثلاث خطوط عريضة التي قد تبنى عليها استراتيجية الحل في المرحلة القادمة، بما فيه من معطيات في الآنية لهذا المشهد، خاصة بعد ما يصفه البعض بأنه جمود سياسي وعسكري حول سرت والجفرة. فريق يرى بأن الذهاب إلى دستور بسرعة دون تأخير وإنهاء المرحلة الانتقالية، وهذا الفريق يأتي بالنموذج التونسي كمثال ويقول انظروا النموذج التونسي، ذهبت تونس في البلاد إلى دستور دائم مباشرة ودخلت في المرحلة الدائمة مباشرة، والصراع الآن في تونس ويبقى صراعا سياسيا.
طرف آخر أو تصور آخر يتحدث عن الانتخابات ويقول بأن الحال أو الأزمة الليبية الحالية هي بالأساس حالة تنازع على الشرعية، فبالتالي يجب أن ننهي فكرة النزاع على الشرعية وننتج أجسام جديدة خالصة الشرعية، وهذه الأجسام هي التي تهيئ للمرحلة القادمة. فريق آخر يرى بأن لا حل إلا بتطوير الاتفاق السياسي وتوسيع دائرة المشاركين فيه وتوسيع فكرة بناء الثقة بين أطراف الأزمة الأساسية عبر الاتفاق السياسي وتعديل المجلس الرئاسي والأجسام الأخرى، ومن ثم نذهب إلى انتخابات أو إلى دستور. إذن هذه المسارات الثلاثة التي يراها أغلب المهتمين بالشأن الليبي، ونناقش هذا الموضوع. وفي هذا الجزء ينضم إلي عبر الأقمار الصناعية من العاصمة طرابلس نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ جلال الشوهدي. أستاذ جلال، أهلا وسهلا بك في هذا الجزء الأول. أهلا وسهلا بك سيد وليد، وأهلا بضيوفك الكرام وبمشاهديك الكرام. شكرا جزيلا لك. في البداية أريد كل عام وأنت بخير إن شاء الله وأنت بالصحة والسلامة. في البداية أريد أن أشكرك على قبولك هذه الدعوة، وأبدأ معك بسؤال تأسيسي حول المحور الأول. يعني اليوم هل يعتبر الدخول في المرحلة الدائمة عبر الدستور هو أفضل أو أنجع الطرق، وهو الذي سيحمل إنهاء الأزمة الليبية في رأيك؟ أولا سيدي الكريم أشكرك وأشكر قناتكم الموقرة، وأبارك للشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا باليمن والبركات إن شاء الله وعلى الأمة الإسلامية كافة. طبعا بالتأكيد سيد وليد، الاستقرار عندما يكون هناك دستور دائم للبلاد يعني هناك أن هناك استقرار في البلد، وهذا ما نرجوه ونرجو أن نصل إليه، هو أن يكون هناك استقرار عبر دستور دائم. ولكن ما يحدث في ليبيا من تنازع وانقسام سياسي في ليبيا، أنا استمعت إلى تقريركم وهو حدد ثلاث نقاط، منها الدستور الدائم، والنقطة الثالثة العودة إلى الاتفاق السياسي والعمل بالاتفاق السياسي. الاتفاق السياسي أيضا لم يهمل الدستور. أنا ما أراه استراتيجيا أن يكون هناك العمل في خطين متوازيين بين النقطة الأولى والنقطة الثالثة. أما نقطة الانتخابات فأراها حسب وجهة نظري يعني أنها ستزيد من الصراع في ليبيا بعدم وجود أرضية أو قاعدة دستورية. سندخل في مرحلة انتقالية أخرى، ولن نخرج من هذه المرحلة، سنكون في كما كنا يعني في من مرحلة انتقالية إلى مرحلة أخرى. ولكن رجوعنا إلى الاتفاق السياسي ومحاولة العمل على ما يراها البعض أنه قصور في الاتفاق السياسي، ومحاولة حل ما يراه البعض أنه قصور في الاتفاق السياسي عن طريق الجسمين المنبثقين عن الاتفاق السياسي، سواء مجلس النواب أو مجلس الدولة، وهذا عبر المادة 12، ومحاولة حل هذه المشاكل أو ما يراها البعض أنها لابد من حلها في الاتفاق السياسي. أستاذ جلال، نعم. اسمح لي، أنا آسف على المقاطعة، ولكن سوف نفصل على محور أو في محور تعديل الاتفاق السياسي والتحديات التي يواجهها تعديل الاتفاق السياسي. فقط أريد أن أبقى في فكرة الدستور. اليوم هناك أيضا سؤال آخر وسؤال أساسي، يعني لماذا تأخر الدستور، وخاصة أن هناك نسخة جائزة معدة مسلمة إلى مجلس النواب أيام كان في طبرق، يعني لماذا يتأخر الدستور ولماذا تتأخر عملية التفاهم والتوافق عليه؟ طبعا شوف سيد وليد، الدستور هو جاهز، وهو وثيقة اجتمع عليها أعضاء منتخبون في هيئة تأسيس الدستور، وكان تصويتهم تصويت سليم جدا وتحصل على أغلبية. ولكن هناك طبعا أطراف ترفض هذا الدستور، سواء كل، طبعا نحن نعلم أن الوثيقة الدستورية لن تلبي رغبات الجميع، هذا شيء طبيعي يعني. ومن المفترض أن نحاول أن نكيف أنفسنا على هذا الدستور، لأن من يرفض إلى الآن لم يأتي
بما هي المواد التي يرفضها. هناك البعض يرفض هذا الدستور نظرا لأمور شخصية، مثلا نأتي هنا على ذكر الجنسية، هناك أطراف ترفض هذا الدستور لأن هذا الدستور يرفض ازدواج الجنسية في تولي المناصب السيادية وبالأخص رئاسة الدولة، وهذه الأطراف لديها نفوذ ولديها قوة ولديها سلاح، تحاول أن تمنع، وهي منعت، ولن نقول تحاول، منعت أن يخرج قانون استفتاء على هذا الدستور. هذا شيء من الأشياء التي منعت ظهور هذا الدستور إلى النور، يعني أو يعني يستفتى عليه الشعب. يعني دكتور جلال، يعني نعم، هل فقط لمجرد مجموعة من مزدوجي الجنسية استطاع أن يوقف الدستور، أم أن هناك شيء آخر؟ شوف سيد وليد، أول حاجة قبل ما نجاوبك خليها أستاذ جلال أفضل. حاضر. يعني تكون أريح، يعني دكتور ما زلت ما وصلتش. حاضر أستاذ. طبعا شكرا عزيزي. طبعا سيد وليد، أنا ذكرت حالة من الحالات، يعني هناك العديد من الرافضين. أنا أحد الناس، هناك نقاط في الدستور أنا لم تتماشى مع أفكاري وأيديولوجية التي أؤمن بها، ولكن أنا على قناعة أني هذا الدستور هو ما استطعنا أن نتوصل إليه، ما استطاعت تتوصل إليه المجموعة الموجودة في هذه الهيئة. أنا متأكد أن هناك من يمثل أفكاري في هيئة تأسيس الدستور، ولكن حتى لو كنت أنا ضمن هذه الهيئة لن أستطيع أن أتحصل يعني أكثر مما تحصلت عليه هذه. يعني تريد القول، نعم، بأن هذا هو أفضل منتج دستوري ممكن أن يخرج في هذه المرحلة بكل ما فيها. طيب، أريد أن ننتقل إلى، لا نستطيع أن نقول أفضل، لا نستطيع أن نقول أفضل سيد وليد، ولكن هذا ما استطعنا الوصول إليه. جيد. طيب، ومن المفترض أن يعلم الجميع أن لن يستطيع أن يتحصل على كل من يريد. وضحت النقطة. جيد. هذه طبيعة يعني. جيد. أستاذ جلال، أريد أن ننتقل إلى المحور الثاني هنا، والذي سوف أناقشه في بقية الحلقة مع ضيوف الآخرين، وهو أن فكرة الانتخابات، هناك من يرى في الانتخابات هي الحل، وأنها هي الطريقة الوحيدة لإنهاء حالة التنازع على الشرعيات في هذه المرحلة. وهذه أيضا حتى في بعض أعضاء مجلس النواب في طرابلس أخرجوا بمبادرة من هذا النوع، وقع عليها عدد من بعض أعضاء مجلس النواب. فكيف ترى بأن الانتخابات هي الحل في هذه المرحلة؟ سيد وليد، الانتخابات أنا أراها هي حل في دولة تتمتع ببعض من الاستقرار، ولكن نحن نعيش انقسام سياسي ووصل إلى الصدام المسلح، وهناك مهجرين من مدنهم. يعني أنا أذكر على سبيل المثال، لن أذهب بعيدا، أتكلم عن نفسي، أنا لا أستطيع أن أدخل مدينتي الآن لأن تسيطر عليها ميليشيات معينة. إذا ما حصل انتخابات، وأنا لست أنا وحدي، يعني هناك الكثير مثلي مهجرين سواء في المنطقة الغربية أو خارج ليبيا، لن نستطيع أن ندخل هذه الانتخابات. هذا شيء معروف يعني. وهذا التيار من المهجرين، أنا أتكلم سواء من المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية، حتى المنطقة الغربية فيها ناس مهجرة، يعني بالتأكيد سيكون هناك رفض لنتائج هذه الانتخابات. هذا شيء طبيعي، يعني لأني أنا لي الحق أن أدخل هذه الانتخابات، ولكن هناك قوى قاهرة منعتني من الدخول لهذه الانتخابات. فهذا لن يحل شرعية، فهذه الانتخابات لن تحل شرعية الأسام التي يحاول أن يروج لها البعض. أنا أرى أن العودة والاتفاق السياسي المعترف به من مجلس الأمن ومحاولة حالة القصور التي يراها البعض في هذا الاتفاق
نحاول أن نجلس معا سواء أعضاء مجلس النواب أو مجلس الدولة ونجد حل لهذه المشاكل. طيب والمشكلة كيف؟ هنا العديد يتحدث عن السلطة التنفيذية، ولكن المشكلة ليست في السلطة التنفيذية فقط، المشكلة حتى في السلطة العسكرية، لأن من رفض هذا الاتفاق ومن عطل هذا الاتفاق هي المجموعة العسكرية التي يقودها خليفة حفتر. طيب استاذ جلال، هنا 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 علينا نتحدث، عندما نتحدث عن السلطة التنفيذية علينا نتحدث عن السلطة العسكرية حتى هي لابد أن يكون هناك النظر فيها من خلال الاتفاق السياسي. طيب استاذ جلال، يعني من الواضح يعني بأنك تميل، إن صح التعبير هنا وإن كنت مخطئ صحح لي، أنك تميل إلى أن فكرة الذهاب في مسار إلى تعديل الاتفاق السياسي والتعزيز الثقة في الاتفاق السياسي هو أفضل المسارات وأكثرها واقعية. طيب كيف، خاصة اليوم ونحن نتحدث على الحالة اليوم، يعني من أين البداية المثلى للبداية في تحريك مياه السياسة الراكدة في اتجاه تعديل الاتفاق السياسي؟ طبعا المشكلة تكمن منذ البداية، المشكلة في تسمية المبعوث. إلى الآن العالم منقسم على تسمية مبعوث لأممي لليبيا. السيدة ستيفاني ليس لها صلاحية بأن تحرك هذه مياه المفاوضات، وإذا لم يسمى مبعوث أممي لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا سيكون كل شيء على ما هو عليه. يعني هذا شيء واضح للعيان. يعني إلى الآن لا يستطيع أحد أن يتحرك في اتجاه المفاوضات أو البحث في الاتفاق السياسي. للأسف الاتفاق السياسي، السيد غسان سلامة أهمل العمل بالاتفاق السياسي وحاول أن يركز مشكلة ليبيا في شخصين، هو شخص السيد فايز السراج وشخص خليفة حفتر. وحاولنا نحن أكثر من مرة أن ننبه السيد غسان سلامة بأن هذا العمل لن يوصلنا إلى حل، لأن شخصين ليس لديهم، لن يستطيعوا أن يقرروا على باقي الليبيين. المشكلة ليبيا والاتفاق السياسي عندما وقع بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني الذي يتمثل فيه مجلس الدولة الآن. إذا لم يكن الحل عن طريق هذين الجسمين واتفاق مجلس النواب ومجلس الدولة، لن يكون هناك حل. هذا شيء واضح. يعني طيب اسمح لي أستاذ جلال، أنا يعني هل بدأ المجلس النواب في حراك سياسي معين في تواصل مع بعض الأطراف على الأقل لتحريك الكرة هنا إن صح التعبير؟ طبعا نحن في مجلس النواب هنا في طرابلس لدينا اتصالات بمجلس الدولة ومحاولة تبادل بعض الأفكار حتى في الحلول. ونحن في مجلس النواب ربما الأسبوع القادم إن شاء الله ستكون لدينا مبادرة الحل السياسي، ستكون مكتملة إن شاء الله الأسبوع القادم، وربما بعد إطلاق مبادرة مجلس النواب ستكون هناك تغيرات أخرى. نحن حتى نقاشنا في لهذه المبادرات، أريد أن أستفيد، مبادرتين يعني أريد أن أستفيد من وجودك معنا. يعني نعم. هل المبادرة تعتمد على تعديل الاتفاق السياسي، انتخابات، دستور، أم ماذا؟ طبعا مبادرة مجلس النواب لم تهمل الدستور. أهم ما في هذه المبادرة هو الذهاب إلى انتخابات على قاعدة دستورية. لن نذهب إلى انتخابات بدون قاعدة دستورية. هذه الركيزة الأولى في هذه المبادرتين، يعني مبادرتين، ولكن المبادرتين تتحدث على لابد الذهاب إلى الانتخابات تحت قاعدة دستورية، وقبلها تعديل الاتفاق السياسي. هل حلت طبعا وتعديل الاتفاق السياسي، التعديل يكون على في شكل موازي السلطة التنفيذية والسلطة العسكرية، لأن المشكلة التي حدثت وهذه الحرب التي حدثت في
في طرابلس هي عبارة عن انقلاب عن السلطة الشرعية يعني. طيب والانقلاب قادتها سلطة عسكرية، والسلطة العسكرية لابد أن يتم النظر فيها كما يتم النظر في السلطة التنفيذية. أستاذ جلال يعني اسمح لي انتهى وقتي، ولكن أريد أن أختم معك بسؤال في دقيقة لو سمحت. يعني اليوم في رأيك، نعم، هل أصبح اليوم حل المشكل الليبي يجب أن يمر عبر حل مشاكل أطراف الأزمة؟ يعني لا حل للمشكل الليبي إلا إذا وجدنا حل لعقيلة صالح وحل لحفتر وحل لمجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس وهكذا، أم أنه ممكن يكون هناك حل وطني خارج كل هذه المسارات؟ هو شوف، إذا كان تم، إذا كان قلنا لازم نجد حل لمجلس النواب ومجلس الدولة، هذه مؤسسات وهذا شيء نعتبره صحي، ولكن الشيء الذي غير صحي هو عندما تتكلم عن أشخاص، يعني هذه هنا الكارثة. ومن عرقل الاتفاق السياسي هو شخص، هذا للأسف. ولابد أن يكون، لابد أن يجتمع الليبيين على مصلحة أنفسهم ويتركوا أي شخص، أنا لا أتحدث عن شخص معين، أي شخص يحاول أن يعرقل مسيرة الديمقراطية ومسيرة بناء الدولة في ليبيا لابد أن يتم تجاوزه. نعم صحيح. أستاذ، نعم. أستاذ جلال شوهدي نائب رئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، وأريد مشاهدي الكرام أن أخرج فاصل ثم نعود لمتابعة هذا النقاش. شكرا، فاصل ثم نعود. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم استراتيجية، والتي نطرح فيها للنقاش مسارات الحل السياسي والدستوري في ليبيا بعد أن دخل المشهد السياسي والعسكري في حالة جمود حول سرت والجفرة. وينضم إلينا في هذا الجزء من هذه الحلقة الدكتور فتحي العكاري، وهو أكاديمي وناشط سياسي من ليدز الإنجليزية، وهنا في الاستوديو الدكتور نزار أكريكش مدير مركز بيان للدراسات. أريد أن أبدأ هذا الجزء الثاني وأفتتحه مع الدكتور فتحي. دكتور فتحي أهلا بك في هذه الحلقة، وأريد أن أسأل هنا عن 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 لماذا لا ندخل في مرحلة دائمة عبر استفتاء على دستور للبلاد وننهي المراحل الانتقالية في رأيك؟ ما هي الموانع، ما يمنع ليبيا من دخول في مرحلة دائمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحب أن أحييك وأحيي السادة المشاهدين. الموانع، أهم شيء الذي يمنع الاستفتاء على الدستور هو الحالة الأمنية. مستحيل الآن تحت الظروف الحالية أن ندخل في استفتاء أو انتخابات، لأن الإنسان ليس آمنا على نفسه، لا توجد الأمن والأمان المطلوب ولا الراحة النفسية اللي هي تهيئ المواطن للانتخاب الصحيح وجمع المعلومات والمشاركة في استفتاء مثلا. فأهم حاجة هي هذه، بالإضافة إلى أن الوعي العام الشعبي غير متوفر بالدرجة الكافية للمشاركة الصحيحة والكاملة والمبنية على فهم للعملية الانتخابية وعملية الاستفتاء. وليأتي بعدها هو هل الأطراف كلها تقبل بأي نتيجة يأتي بها صندوق الاقتراع سواء في استفتاء أو انتخاب. يعني هي مشكلة معقدة الآن، وأعتقد أن نحن نأخذها بالتدريج أحسن. وكيف هذا التدريج دكتور فتحي اسمح لي؟ يعني أنت تقول أن يعني الحل يجب أن يكون عن طريق انتخابات أو عن طريق دستور. من يسبق، الدستور أم الانتخابات؟ يعني أنا لا أتكلم يعني من فراغ، لكن يعني لكي لا يكون طرفا فكريا نقاشنا، نقول لك نسقط الأمر لحالة تاريخية معروفة ومجربة لدينا. المملكة الليبية أقيمت على دستور الاستقلال، قبل لم تعلن إلا بعد اعتماد دستور الاستقلال، وبالتالي دستور الاستقلال أتى بانتخابات وأتى باستقرار وتنمية يشهد بها الجميع. انقلاب 69 جمد الدستور وأدخل البلاد في فوضى، وضيع أكبر فرصة لليبيا لبناء
دولة متقدمة صناعيا وماليا واقتصاديا وتعليميا، يعني ضاعت علينا 42 سنة، بينما كانت أكبر نسبة أو أعلى دخل ليبيا في تلك الفترة، ومعظم الدخل الليبي ضاع في خارج ليبيا. ولو مشينا اللي بعدها، التجربة الثالثة اللي هي بعد 17 فبراير، تخطى المجلس الانتقالي العودة لدستور الاستقلال وأصدر الإعلان الدستوري، والذي ثبت أنه قاصراً وسبب مشاكل، وقمنا ثلاث انتخابات: انتخاب المؤتمر الوطني، وانتخاب البرلمان، وانتخاب الهيئة التأسيسية. والثلاث انتخابات لم تأتي بثمرة تنفع المواطن وتحل مشكلة المواطن في الحياة السليمة، الحياة جيد الكريمة. جيد، خليني أكمل لك بس نقطة ثانية، أن احنا يعني اللي انتخبناهم اختطفوا القرار وأصبحوا يمدوا لأرواحهم، واعتبروا أرواحهم أوصياء على الشعب، وكأن الشعب قاصر والشعب هو مصدر السلطات. يجب أن نعيد السلطة للشعب بالدرجة الأولى، وهذه لا تأتي إلا على مراحل. يعني هناك من يقول أيضا بأن حتى العودة لدستور المملكة هي عودة غير مضمونة، والدستور يحتاج إلى تعديلات كثيرة، وهذه التعديلات تحتاج إلى توافق، فبالتالي هي أيضا مسألة فيها نقاش سياسي وقانوني ودستوري. دكتور نزار، أهلا بك مرة أخرى. أريد أن أسأل هنا على فكرة أساسية هي حتى في التحول الديمقراطي أو التحول السياسي. هناك من يقول بأن الخطأ أو الفخ الذي وقعت فيه ليبيا هي أنها دخلت في مراحل انتقالية وكررتها، على عكس النموذج التونسي الذي ذهب بانتخاب مجلس تأسيسي أخذ البلاد إلى مرحلة دائمة عبر الدستور، وحصل هذا أيضا في مصر، قدموا الانتخابات على الدستور. يعني إلى أي مدى ترى وجاهة هذا الطرح خاصة في هذه المرحلة؟ يعني هو بسم الله الرحمن الرحيم، وأظن يعني فكرة التجربة التونسية تجربة مهمة جديرة بالنقاش، لأن هي المسألة ليست دستور أو انتخابات بمعنى أن يكون هناك كتيب يحوي مجموعة قواعد. هو الدستور يعبر عن حالة توافق حقيقية، كل ما كان في دستور معناها الناس توافقوا، معناها وصلوا إلى صيغة تضبط سلوكهم السياسي. ما حدث في تونس إنهم حوالي بقوا 3 أشهر في نقاش طويل عريض، وأسسوا ذلك المجلس التأسيسي، وضعوا نظام انتخابي صحيح، فبالتالي أصبح في قواعد تضبط السلوك السياسي. فهي ليبيا بالعكس، ليبيا كان الإعلان الدستوري هو ليس بمعنى هو يضع قواعد للسلوك السياسي، إنما يضبط المرحلة الانتقالية. يعني كان خارطة الطريق أكثر منها، خارطة الطريق أكثر منها هو إعلان دستوري. في مصر طبعا كان في نقاش، يعني ولكن اسمح لي قبل أن أذهب لمصر، ولكن هناك اليوم تونس حكم تطورات الحال، المشهد التونسي الآن، المشهد التونسي أيضا يعني غير مضمون الاستقرار. الآن البرلمان قد يدخل في حالة صدام سياسي، في نوع حتى من التدفيه أو التسخيف للعملية السياسية والدستورية، لكن على الأقل حالة الفراغ التي حدثت بعد وفاة الرئيس السابق اللي هو الرئيس التونسي السابق الباجي قايد السبسي كانت مثال رائع جدا، يعني لم يحدث أي إشكال، وانتقلت السلطة بشكل سلس جدا. شوف في مصر حدث انقلاب عسكري، في ليبيا شفنا الانتقال من المؤتمر الوطني إلى مجلس النواب كيف كانت، فيه ربكة وفيه مظاهرات وفيه يعني تلاعب، وفيه كان في اختلاف حتى على مكان التسليم والاستلام. الآن نحن الآن حتى الآن نتنازع على هذه الشرعيات، ولذلك اتفاق الصخيرات وجد نفسه أمام عدة شرعيات. المؤتمر الوطني يقول أنا شرعي، ومجلس النواب يقول أنا شرعي، والدائرة الدستورية تبطل الانتخابات مجلس النواب، فبالتالي أصبح فيه إشكالية حقيقية في قضية الشرعية، لأن حتى لما أنت تكون مجلس نواب لا يوجد قواعد تحدد وظائف مجلس يعني النواب. ما فهمت منك أنت تريد البحث عن قواعد حاكمة بدل قواعد حاكمة التي تعبر عن الثقة والاتفاق بين الأطراف، بدونها يصبح كل فعل سياسي عرضة لتحولات. أريد أن أخذ من كلامك سؤالا إلى الدكتور فتحي. دكتور فتحي، يعني كيف ترى بأن من يصف الأزمة الليبية هنا كما شرح الآن الدكتور نزار بأن هي ليست أزمة شرعيات بقدر ما هي أزمة عدم توافق على 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 قواعد حاكمة تضبط السلوك السياسي بشكل عام، كيف ترى هذا التوصيف؟ التوافق حدث في الصخيرات، لكن القصور الذي حدث بعد ذلك هو عدم وجود خطة تنفيذية لاتفاق الصخيرات. لم تطرح ولم تدرس الأسس التي يتم عليها تنفيذ اتفاق الصخيرات.
المرحلة ومن سيحدث ومن سيتولى الإشراف ومن سيتولى التنفيذ. فهي القصة التوافق كان موجود جزئيا لكنه لم يكن توافق كامل، لأن الأطراف، يعني أنت لما تجي تقول لي مجلس النواب انشطر من أول أسابيع، يعني لم يكن مجلس النواب بالصفة الحقيقية، والمؤتمر الوطني كذلك، يعني للاثنين لا أعتقد أنهم كانوا في مستوى المسؤولية، لأن لا تقارن ليبيا بالشعب التونسي. الشعب التونسي شعب واعي، والأحزاب التونسية واعية وقادرة ومنظمة وتحرك جماهير في الشارع. أما أحزابنا نحن أحزاب حقائب، يعني ناس يمشي بحقيبة، هو رئيس حزب ويصدر في بيانات ممكن حتى من خارج ليبيا ويعتبر نفسه مشارك في العملية السياسية. يعني يجب أن لا نهمل دور الأحزاب، ولا أعتقد فيه قاعدة، هي لو أن في قاعدة، القاعدة اللي يحكي عليها الدكتور، هذه تأتي في شعوب متحضرة قديمة في الانتخابات. مثلا في بريطانيا هناك أعراف ماشية بدون دستور وبدون حد يناقشها. ليش؟ لأن هذا عرف أصبح متأصل في الشعب، بينما نحن نحتاج حقيقة إلى دستور وقوانين وجهات ضبطية تضبط، تحدد المدد وتحدد النهايات وتحدد البدايات لكل عملية. يعني العملية لا تأتي جزافا، يعني هذا ليش قلت لك أنا تبي، يعني لازم تكون واقعية وليست طرف فكري، لازم يكون ينطبق على الواقع وبإمكاننا ننفذوه وبإمكاننا أنا نصحوه. بس دكتور فتحي اسمح لي، دكتور فتحي، فكرة اليوم إلقاء اللوم على الشعب، الشعب يعني عمل ما عليه، تار ومن ثم ذهب الانتخابات الأولى ومن ثم ذهب الانتخابات الثانية، يعني اليوم حتى اللوم على الشعب والمشكلة في الأساس في الطبقة السياسية هي يعني لا هو مش لوم على الشعب، لوم على الناس اللي هي سيرت الأمور في خلال الثمان سنوات. أنت تقصد الطبقة السياسية؟ الطبقة السياسية والطبقة الحاكمة. يعني أنت المفروض مناهجنا تعكس التغير السياسي في البلد، يكون عندنا مواد لحقوق الإنسان، مواد للممارسة السياسية الديمقراطية في المدارس. يعني التعليم هو أساس التطوير الصحيح للوعي العام للمجتمع. الحاجة الثانية الإعلام، الإعلام الليبي مع تعدد القنوات أصبح يعني كأن منصات للتراشق بالاتهامات وبالشتم وبالسب، لم يعي أن رسالته الدعوية التوعوية للمواطن بحقوقه وواجباته ودوره في الانتخابات ودوره في المتابعة ودوره كناشط سياسي. يعني احنا الأجيال مغيبة، الشباب مغيب عن الواقع. يعني نحن كجميع النقابات والاتحادات في أيام القذافي كانت أجهزة أمنية، والآن أجهزة معطلة لا تقوم بعملها بالطريقة الصحيحة اللي هي تعد كوادر سياسية للمستقبل. جيد، أريد أن أذهب إلى المسار الثاني أو المسار الذي يراه البعض هو فيه الحل الآن، وهو فكرة انتخابات رئاسية وبرلمانية لتنهي حالة هذا الخلاف أو التجاذب على الشرعيات والدخول، وهذه الأجسام الجديدة هي التي تؤسس لاستفتاء على الدستور. لكن بعض المحاذير على هذه المرحلة، هناك من يحذر بأن الانتخابات في المشهد الليبي الحالي سوف تعمق فكرة التدخل الأجنبي، وخاصة وأن هذه الأطراف الأجنبية سوف تدعم تحالفاتها الداخلية لتوصلها لهذه الانتخابات، وبالتالي الانتخابات سوف تعزز أو تعمق أو ربما حتى تشرعن فكرة التدخل الخارجي. ما رأيك في هذا الطرح؟ دعني أعيد نفس الفكرة، أنا فكرت في الثلاث السيناريوهات هذه، وجدت أن الفكرة ليس، يعني أغلب من تحدث عن التحول من مرحلة لمرحلة تحدث أن فيه نخبة يجب أن تتفق. يعني مثلا ليش مثلا في 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 نشوف ماليزيا لما بدأت وكان فيها إشكالات كثيرة مع الاستعمار البريطاني، لكن كان فيه توافق حول النهوض بماليزيا، بمعنى أن فكرة الدولة لم تنشأ بعد. فكرة الدولة لا تنشأ إلا بعد أن المصالح المتجاذبة بين الأطراف، نحن عندنا الآن مجموعة من الشبكة من المصالح في ليبيا، شبكة من المصالح تشكلت أيام القذافي، هذه الشبكة حاولت أن تستمر بعد القذافي، استوعبت الوافدون الجدد من هذه تلك الشبكات، هؤلاء عندهم مصالح جمة. كيف أنت تأتي بخارطة التحول السياسي
تجعل لهؤلاء المتفاعلين القادرين على التأثير. طيب من يصنع هذه الخارطة خاصة أنت لم تجمع السؤال؟ هذا ما عجزنا عنه. طيب هل الانتخابات الآن الانتخابات بالعكس سوف تعجز؟ سيبدأ كل طرف يحاول أن يمسك خيط من هذه العملية السياسية، والدول الخارجية مثلا روسيا ستبحث عن مثلا أنصار النظام السابق، بعض الدول الأخرى ستدعم حفتر وهكذا. كل دولة تحاول أن تصل بأطرافها، وهذا سيخلق نزاع، والتجربة اللبنانية واضحة في ذلك. ما زلنا التجربة اللبنانية الآن إلى الآن تعاني من هذا الإشكال. لذلك لا بديل ليس على التوافق بمعنى التوافق السياسي، على أن مصالح كل الأطراف يصل إليها بتصميم نظام سياسي يلبي طموحاتها. يعني نحن اليوم نحن نحتاج إلى تصميم نظام سياسي يضمن مصالح وطموحات الطبقة السياسية الحالية كنصل الاستقرار ونظام كل الطبقات. طيب ليش الطبقة السياسية فقط، حتى النظام حتى المجتمع السابق، حتى السابق والدول الإقليمية متغلغلة كلها. جيد دكتور فتحي، اليوم وأنا هنا أتحدث أريد أن أتحدث عن الانتخابات كمدخل لدستور. يعني اليوم هناك من يقول بأن لا سبيل أمامنا إلا الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، هذه الانتخابات هي التي ستنهي التنازع على الشرعية وتهيئ الأرضية للاستفتاء على دستور. يعني كيف تصف هذا المسار أو خارطة الطريق هذه؟ يعني يجب أن نتوقف الآن وندخل انتخابات تنتج أجسام جديدة، هذه الأجسام هي التي تهيئ للاستفتاء على الدستور. كيف ترى هذا المسار؟ هذا مسار خيالي. لماذا؟ لأن لو أن بإمكاننا إجراء انتخابات إذن بإمكاننا إجراء استفتاء. يعني يجب أن إذا كان تمكننا من الاتفاق جميعا في جميع أجزاء ليبيا في جميع المدن والمحافظات والمقاطعات على إجراء انتخابات، يجب أن نأتي باستفتاء أولا، والاستفتاء يجب يكون على دستور. ليش؟ لأن الدستور سيكون حاكم. إذا كان انتخبنا مجموعة ثانية، ما هي الضمانة أنهم يمدوش أرواحهم وأنهم يعرقلوا الدستور ويأجلوه مثل ما حدث في السابق؟ يعني نحن يعني نعيد نفس الكرة نفس الشيء. هذا 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 حل افتراضي. يعني في الرياضيات وفي العلوم نقوله حل لا معنى له، يعني تحلها بتعيدها في نفس النقطة الأولى. يعني يجب لكي تنجح الانتخابات في إنهاء الأزمة يجب أن يكون في دستور حاكم ينظم شؤون الدولة. أداء جيد للانتخابات ومشاركة شعبية كبيرة، التزام الجميع بنتائج الانتخابات، ووجود مظلة دولية ترعى الاتفاق وتحمي أي هذا الاتفاق من أي اعتداء من الأطراف الداخلية. يعني نحن يجب أن لا نقصي أحد، هذه لا أختلف معك فيها. يجب أن نرعى مصالح الجميع، لكن فيه نقطة يجب أن ننبه لها، أن المصالح الجميع الوطنية وليست المصالح الجميع الأفراد الذين يمثلون واجهات أجنبية. يعني لما تتكلم على لبنان فيها فئات عندها قيادات تمثل مصالحها بتمثيل حقيقي، وهناك علاقة وثيقة بين الاثنين. نحن حتى أحزابنا اللي صوتوا لها الناس ما لهمش علاقة بها أحيانا. جيد. يعني اللي في أعضاء في حزب أي حزب من الأحزاب اللي ذكرنا ما حدش رجع له وخذ رايه ولا استمع له ولا شاف ظروفه ولا نظر في ظروف حياته اللي عايش فيها. الشعب اللي بيعاني من حياه بائسه، لا كهرباء، لا ماء، لا سيوله، لا خدمات صحيه، لا خدمات تعليميه. ونحن نتكلم عن الطبقه السياسيه هذه خانه الامانه. اذا كان الناس انتخبوا على اساس انه يمثلوا الشعب وخذوا تفويض من الشعب من أجل هذا، كيف نحن مازالنا نلبي لهم مصالحهم وهم ضيعوا الأمانة في المرة الأولى؟ يجب أن يثبتوا فعلا أنهم ناس وطنيين ويجلسوا. جيد. يعني أنا أراها من الخطأ أن إنسان مسؤول لا يجلس في مفاوضات مع الشخص اللي يختلف معه ولو كان عدو. حتى لو كانت دولة غازية ومهاجمة كان المجاهدين الليبيين يتفاوضوا مع الإيطاليين. جيد. على أرض ليبيا. دكتور فتحي، وصلت الفكرة، وكلام في غاية الأهمية، وهو أن اليوم، وهنا أنتقل إلى المحور الثالث والمحور الأخير في هذه الحلقة، يعني اليوم هناك أزمة كهرباء، أزمة سيولة، نزوح. سيد جلال شوادي قبل قليل يتكلم على نزوح داخلي وحالات تهجير داخلي. في كل هذه الظرف الحالي هناك من يقول بأن تعديل الاتفاق السياسي هو الأكثر الحلول واقعية وأكثر المسارات نجاعة في هذه المرحلة. كيف ترى هذا الطرح دكتور؟
أظن أن هذا أقل الخيارات، يعني هو يعني إمكانية لحل المشكلة، لأن أنت لما تتحدث عن اتفاق الصخيرات وتعديل اتفاق الصخيرات ستجد نفسك تدخل في حوار آخر، لأن يصبح المسألة قصيرة الأمد، بمعنى أن من يقول بهذا الحل هو فيه قصر نظر، لأنك أنت الآن عبارة عن تريد أن تلملم ما يحدث الآن، ولكن لا تضع البلاد على مرحلة دائمة. مشكلة ليبيا أن نحن دائما في مراحل انتقالية، يجب أن نقطع هذه الدائرة المفرغة، دائرة من مرحلة انتقالية إلى أخرى، من لوم علي زيدان إلى لوم بن شو اسمه هو الحاسي والسراج إلى اليوم. لوم السراج، وهكذا نجد أنفسنا لا نبحث عن نظام سياسي، لا نبحث عن تصميم شيء يبقى للأجيال. لذلك فكرة الدستور فكرة مهمة، ولكن فكرة الدستور يتخللها إشكالات في صراعة الأطراف الداخلية، بمعنى كيف ممكن أن تطمئن هذه الأطراف ليصلوا إلى نقطة يكتبوا فيها دستور يضمن للأجيال ولكن نريد أن نبقى بفكرة بناء الثقة وطمأنة الأطراف في مسار الاتفاق السياسي، وهو المحور الثالث من هذه الحلقة. وأريد أن أدب دكتور فتحي سؤال أخير لك وفي دقيقة ونصف كأقصى حد، يعني اليوم كيف تستطيع الأطراف السياسية أن تبني الثقة فيما بينها من جديد وتعود للنقاش والحوار مرة أخرى في رأيك؟ من أين البداية؟ نقطة البداية ممكن تكون في اجتماع أعضاء البرلمان، البرلمان الموجودين في طبرق والموزعين بين مصر وتونس وتركيا وما إليها وفي طرابلس. يعني ليش؟ لأنهم هذم منتخبين وهذم يقعوا تحت مظلة واحدة، واجتماعهم سيكسر الجليد ويفتح الأبواب لمفاوضات عملية فعلا، ويمكن يخرجنا من الأزمة ويقدم بعض الحلول، مع إيماني العميق بأن إعادة الاتفاق النظر في اتفاق الصخيرات غير لازمة، لأن اتفاق الصخيرات كان يتجه إلى دستور، وإذا كان عجزنا عن الاستفتاء فأنا أرى لا يوجد حل إلا العودة لدستور الاستقلال كمرحلة انتقالية. في نهاية تم استفتاء الشعب على تعديلات الدستور وعلى نظام الحكم وعلى الفيدرالية وعلى أي طلب يراه الشعب الليبي. أنا أؤمن بعودة القرار للشعب الليبي، هو صاحب القرار وهو أصل ومصدر الشرعية في ليبيا، هذا هو الحل الصحيح. جيد، إذن العودة للحوار وإرجاع الكلمة إلى الشعب الليبي باعتباره هو صاحب الكلمة والقرار، هو البداية الصحيحة لحل المشكلة الليبي. دكتور فتحي العكاري الأكاديمي والناشط السياسي، كنت ضيفا معنا من ليدز الإنجليزية، ونتمنى أن نراك في حلقات قادمة. دكتور نزار كريكش، كنت ضيفي هنا في الاستوديو، رئيس مركز بيان للدراسات، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.